بايدن: أنا مستعد للتحدث مع بوتين من أجل إنهاء الحرب. هل ما نسمعه حقيقة؟ والناتو يدرس خطة الدعم العسكري للدول المحاذية لروسيا، وموسكو ترد: أنتم تحفرون قبوركم بأيديكم، والولايات المتحدة تظهر قاذفتها المرعبة الشبح، وألمانيا والنرويج تقودان مهمة جديدة لحلف الناتو تحت سطح البحر، والهند تساعد روسيا على العلن، وكندا تستفز الصين مرة أخرى، فهل ترد بك هذه المرة؟ والاتحاد الأوروبي يلجأ لأصحاب العيون الضيقة. الجزائر لا تهتم للضغوطات الأوروبية بشأن روسيا، وتركيا تمضي في حربها، وموسكو لن نترك سوريا وترسل بتعزيزاتها العسكرية إليها، واليابان تستنجد بأمريكا لمواجهة كوريا الشمالية، والسعودية تستعين بإسبانيا لمواجهة تحدياتها البحرية. روسيا وورقة الموت. الغرب لا يمضون يوما دون التفكير بروسيا، فالكابوس الروسي يلاحقهم في جل اجتماعاتهم، ليعلنها الأمين العام للناتو يينس ستولتنبرغ: روسيا تمثل خطرا مباشرا على أمننا، وهذا الخطر لا يزال مستمرا. ليؤكد ستولتنبرغ أن الحلف الذي يضم 30 دولة عضوة سيجري محادثات مع مولدوفا وجورجيا والبوسنة والهرسك، وهي الدول التي تواجه ضغوط من روسيا، وأضاف: سنتخذ المزيد من الخطوات لمساعدتهم على حماية استقلالهم وتعزيز قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم، مشيرا إلى أن من مصلحة الناتو ضمان سلامتهم. وهناك حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من سياسة التوسع المتهورة للناتو، وقال إن بولندا الآن وبصفتها الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحفر قبرا لها، ويقصد هنا منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. ليخرج الرئيس الأمريكي بايدن ويعبر عن استعداده للتحدث مع بوتين إذا كان يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا: انتصار روسيا على أوكرانيا أمر غير مقبول. ليرد لافروف متهما الولايات المتحدة بأنها تمثل تهديدا وجوديا لروسيا انطلاقا من أوكرانيا، بينما رفض الكرملين شروط بايدن لإجراء محادثات مع بوتين بشأن أوكرانيا بسبب اشتراط بايدن انسحاب الروس من أوكرانيا. لكن الرد الروسي الحقيقي جاء على أرض الواقع، وذلك بإعلان التشكيل الثلاثي من الصين وروسيا وإيران كمثلث جديد في الدبلوماسية لتعزيز التعددات القطبية، ويمكن أن يتسع لاستيعاب دول جديدة تؤيد التعددية وترفض عالما أحادي القطب، بحسب المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف. ومن حرب المثلثات إلى حرب قاع البحار والمحيطات، حيث أعلنت ألمانيا والنرويج عن بدء تحالف جديد تحت جناح الناتو، والهدف حماية البنية التحتية الحيوية تحت الماء، وذلك بعد أشهر من انفجاري خطي أنابيب غاز نورد ستريم. فهل سيتم تكوين هذا الحلف الجديد لقتل مخاوف روسيا من الانتقام؟ ليعود لافروف مصرحا أن أمريكا انسحبت من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ومن معاهدة السماء المفتوحة، ولم تعلق الدول الأوروبية على هذه الخطوات. واتهم لافروف الأمريكيين بأنهم من بادروا بتسريب بيانات حول قناة الاتصال بين البلدين النوويين، لكنه وجه نصيحة للبلدان النووية قائلا: على القوى النووية تجنب أي مواجهة عسكرية. فهل تعي تلك الدول نصيحة لافروف؟ وهنا ننتقل إلى إجراءات المحاكمة. وبعد اقتراح أوروبي بإنشاء محكمة خاصة بجرائم حرب أوكرانيا، يأتي الرد من موسكو سريعا برفض قطعي لأي محاكمة من هذا النوع، لتعلن وزارة الدفاع الروسية رفع ميزانيتها 150%
للعام المقبل وتحديثها بأساليب قتالية جديدة. الروس لا يكتفون بذلك، حيث قالت وكالة رويترز إن روسيا أرسلت إلى الهند قائمة ب500 منتج للتصدير المحتمل إلى موسكو، ووصف مصدر حكومي هندي هذه الطلبات بالاستثنائية من حيث تنوع مجالاتها، لتفرد واشنطن عضلاتها وتكشف عن قاذفتها الاستراتيجية الجديدة والمعروفة بالشبح B-21 رايدر، والتي يمكن تشغيلها بلا طاقم والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى. هذه القاذفة ستشكل العمود الفقري لقوتنا القاذفة في المستقبل، هكذا صرحت آن ستيفانيك المتحدثة باسم القوات الجوية. لنعد إلى الحرب الأوكرانية، وبعد تكثيف روسيا لقصفها، زيلينسكي يؤكد صعوبة الوضع في دونباس وخاركيف مع محاولة القوات الروسية التقدم شرقي البلاد. ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يقول إن روسيا أظهرت قسوة متعمدة ضد المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية. ومع استمرار الحرب في أوكرانيا يستمر ارتفاع أسعار الطاقة، وتتواصل الضغوطات المالية على الحكومات الأوروبية التي أنفقت 724 مليار دولار لتخفيف هذا الارتفاع، أي ما يعادل خسارة أوروبا في أزمة كورونا. ضربة في الرأس توجع، فكم ستخسر أوروبا حتى تنهي هذه الحرب؟ وبعد محاولة الأمريكان الضغط على الجزائر، هنا ضغوطات أوروبية جديدة، وذلك بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا، حيث تعتبر أوروبا الجزائر من بين أكبر 4 مشترين للأسلحة الروسية في العالم. لكن سلطات الجزائر تجاهلت رسائل أوروبا لمراجعة سريعة لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، والجزائريون يعلنونها للأوروبيين. يستطع الأمريكان إخافتنا، هل ستخيفوننا أنتم؟ الصين تكسب صفقة الحلفاء. كلما عادت دولة اكتسبت الصين تحالفات دول أخرى، فالكرة الأرضية مليئة بمليارات البشر والعالم فيه مئات الدول، فلا ضرر من عداوة البعض مقابل كسب الغالبية. رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يصرح أن بلاده تقف إلى جانب المحتجين في الصين، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها المدن الصينية ضد الإجراءات الحكومية الصارمة بسبب كورونا. لكن بكين لا تلتفت للتصريحات، وهنا اجتمع رئيسها شي جين بينغ برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بكين، وتعهد شي بتعزيز التنسيق بين الصين والاتحاد الأوروبي، فيما أكد ميشيل التزام الاتحاد الأوروبي بسياسة الصين الواحدة، مضيفا أنه دعا الرئيس الصيني لحث روسيا على وقف الحرب بأوكرانيا. خلال ذلك وبعد تقرير البنتاغون حول مضاعفة الصين لرؤوسها النووية خلال العقد القادم، بكين تنفي ما جاء في التقرير. فهل تذر بكين الرمادة على العيون لتعلنها تايوان؟ تم رصد طائرات وسفن حربية صينية في محيط الجزيرة. هناك وصل وفد بريطاني لزيارة تايوان لتأكيد دعم استقلالية الجزيرة، لكن الصين تستنكر الزيارة وتعتبرها خرقا لوحدة البلاد. فهل الإنجليز جادون بمواجهة التنين الصيني؟ تركيا تواجه واشنطن وموسكو. تتقدم تركيا سريعا بخطواتها قبل أن يلتفت العالم إليها، فكل مشغول بنفسه، والعثمانيون يحاولون تأمين حدودهم كما يقولون. ووفقا للإعلام التركي، فإن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال: الأمريكيون طلبوا منا إعادة دراسة العملية العسكرية المحتملة ضد الأعداء في شمالي سوريا، وفي المقابل طلبنا منهم الوفاء بتعهداتهم. ليؤكد وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو أن بلاده ستواصل محاربة الأعداء، متهما واشنطن بدعمهم، وذلك بعد أن استهدفت مدفعية الجيش التركي مواقع لقوات سوريا الديمقراطية التي أعلنت تعليق تنسيق العمليات المشتركة مع التحالف الدولي بقيادة أمريكا.
لتؤكد تركيا أن العملية العسكرية في سوريا لن تهدد القوات الروسية ولا الأمريكية، لكن المرصد السوري أفاد بوصول تعزيزات عسكرية روسية إلى حلب والمناطق الكردية، ليعود مولود أوغلو ويصرح: من الخطأ أن تعتبر التطبيع مع إسرائيل خيانة للقضية الفلسطينية. إن لم تكن خيانة يا هذا، فماذا تكون إذن؟ يقولها العرب. الأحداث والتطورات: بعد إطلاق كوريا الشمالية نحوها عشرات الصواريخ هذا العام، اليابان تدرس شراء 500 صاروخ كروز أمريكي الصنع من طراز توماهوك. وقعت وزارة الدفاع السعودية مذكرة تفاهم مع شركة إسبانية لبناء سفن قتالية للقوات البحرية الملكية للتصدي للتهديدات البحرية. استنفار إسرائيلي حول غزة تحسبا لعملية انتقامية من حركة الجهاد بعد سقوط شهيدين في مخيم جنين. المستشار الألماني أولاف شولتز يقول إن اتفاقية الغاز مع قطر أساس جيد لأمن الطاقة، وأنه سعيد جدا بهذا الاتفاق، بينما تخفف ألمانيا قيودها لاستخدام 400,000 عامل أجنبي. المبعوث الأمريكي لإيران: الدبلوماسية خيارنا الأول لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن الخيار العسكري لا يزال خيارا مطروحا على الطاولة بحسب موقع فورين بوليسي. أوروبا تضغط على الروس، لكن الصين تستميل الأوروبيين نحوها، فمن هو التالي؟